أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما معنى عاربة ومستعربة؟ وهل يجوز عاربة يعني من الأصل، عرب من الأصل، وأما المستعربة فأصلها أعجمي ثم استعربت. نعم، تعلمت العربية، لأن إسماعيل عليه السلام تعلم العربية من جرهم العرب العاربة. نعم. ومن المسابين من يقول العرب كلهم من ولد إسماعيل، الله أعلم. نعم. ومنهم الشيخ محمد في ثلاثة الأصول يقول: والعرب من ذرية إسماعيل. نعم.